بسم الله. بعد ما خلصنا الابديت هنخش على المرحله اللي بعد كده الديليت. عندي كاستمر بس الديليت هنا مش ديليت للريكورد كله برضو. نفس الفكره، انا عايز اروح للاري وادور على عنصر معين وارمي الايه العنصر ده من الاري، فهقول له ايه كانتري كاستمرز دوت ابديت 1 برضو، لان انا برضو مش بديليت، انا بروح على ايه على element جوه array. زي ما عملنا بوش وضفنا هنعمل حاجه اسمها بول ون ايه ونرميه. فالاول الكونديشن بتاعي ان الاندرسكور اي دي لازم يكون زي الريكوست والبارامترز دوت اي دي كده. مسكت الايه الكانتري ومعاها كمان الكاستمرز دوت كاست ان او، هتكون زي برده الكاست ان او. خلاص انا او ممكن اقول بول على طول، ماشي بول هبول ايه، لازم احدد اسم الاري، فقلت له الاري اسمها كاستمرز. عايز الكاست ان او يكون زي الريكوست دوت بارامز دوت اي اي دي، يبقى هيبول لما يلاقي الكونديشن ده. الاول هو راح على الريكورد بالاي دي بتاع مين الكانتري، وبعد كده في البول هو بيسحب بقى من الاري. اولا حددت له اسم الاري اللي اسمها كاستمرز، وحددت له الشرط اللي هيبقى اللي هيرمي اول ما يلاقيه، انه اول ما يلاقي جوه الكاستمرز الكاست ان او بنفس الرقم اللي جاي له يحذف على طول. مالتي فولس عشان ما يحذفش مالتي يعني مالتي ايتمز جوه الاري. انا مش عايز امسح مالتي ايتمز جوه الاري، هو المفترض امسح ابول واحد بس. يعني زي ما اكون مثلا بعد كونديشن انا عايز احذف الناس كل اللي مثلا اللي السيتي بتاعتهم كذا، فيبقى حذف لي كل الناس اللي في السيتي. ساعتها هو عامل المالتي ايه ترو، كان بالنسبه لي مش عايز المالتي ترو، انا عامل مالتي فولس، لان انا مش هحذف غير 1 اليمنت من الايه من الاري. وحطيت طبعا الاف للايرور والريسبونس ستاتس، وعملت بس كاستمر ديليتد ايه سكسسفلي و ني تيست. ماشي اوكي، في بروبلم عندي، في عندي اكيد ايرور سينتاكس ايرور، في علامه كده كولون بدل الكوما. تمام، شلنا الايرور، ارجع للتيرمينال كله شغال وكله تمام. تعال نتست الايه الديليت، ناخد كوبي كده من الابديت اليو ار ال ده الجميل ده اللي كنا ضفنا بيه. وتعالى احنا عملنا كده من غير ما نسيب، لا خلينا نعمل نيو احسن، نيو ريكويست، واقول له انا عايز اعمل ديليت لمين الكاستمر. و فروم الاري، ماشي، واضيفه على البنك بي اي، وادي له بقى بيست اليو ار ال، وبدل ابديت هتبقى ديليت. ايه تاني؟ الاندرسكور اي دي مبعوت، والكاست ان او مبعوت، مفيش مشكله خالص، تمام ماشي. هم الاثنين ومعهم ديليت، بس هتبقى اسم الحاجه بدل ابديت كاستمر اسمها ديليت كاستمر في اليو ار ال. تمام، دوس على سند، هيطلع معايا طبعا ايرور بيقول لي كان نوت جيت بالديليت ديت. طبعا ما ننساش ان الفانكشن احنا مش مغيرناهاش، هي كانت فانكشن جيت. ان هنا طبعا ادي الديليت كاستمر وادي الاي دي وادي الكاست ان او سلاش ديليت. مظبوط. الفانكشن تايب طبعا هكتشفها ازاي؟ هو بيقول لي كان نوت جيت، انا اصلا مش بجيت، لازم اغيرها انها ايه بوت. برده هيقول لي برده كان نوت بوت، انا مش بقدر اعمل بوت. ما هو صحيح، ولا يعمل جيت ولا يعمل بوت، هي اصلا في الاصل ايه نوعها ديليت. مظبوط، نوعها ايه ديليت، فلازم اختار التايب اوف فانكشن هنا عندنا بالنسبه لنا اللي هي ايه الديليت، واعمل سند. فقال لي ترو، وقال لي كاستمر ديليت سكسسفلي، اللي هو المفروض اسلام مراد بهاء. نعمل ريفريش، تعال نفتح الكاستمرز اللي جوه ايجيبت، بقى واحد بس اللي هو عادل، واسلام كده اتحذف، فكده الايه الديليت بتاعتنا اشترت للكاستمر ومفيش فيها مشكله.